اللي فهمته من كلامك يا حريص ان مركز الابحاث راح يرسلون روبوت ثاني. ايه، ويبونا نبني قاعدة هبوط آمنة. ان شاء الله راح نقدر، لكن في بعض الادوات مو بمتوفرة عندي الان. وكيف راح نعرف الادوات اللي نحتاجها؟ طيب خليني اشوف التعليمات بنفسي واكيد بنلقى حل مع بعض. أبشرك يا حريص، لقينا القطعة اللي ندور عليها. يلا نرجع لمعمل العم جابر. سلامات، جاك شيء؟ انكب على ثوبي. الحمد لله، المحاليل هذه ما يبارة. يبيلك تغسل ثوبك، بس بعد ما نخلص من بناء موقع الهبوط. أبشركم، انتهينا من موقع الهبوط، راح نرسل الإحداثيات، وأول ما يرسلون الروبوت راح نرجع للمعمل. والآن نقدر نروح البيت. عشان نوفر في استخدام الموية لما نغسل الملابس، لازم نتأكد أن الغسالة مليانة قبل ما نشغلها. لكن الأهم أنك تعبي الموية على قد حجم الغسيل مو أكثر. أبشر. واستخدم صابون الغسيل المناسب اللي ما يخليك تغسل الملابس أكثر من مرة عشان تطلع نظيفة. وبكذا بيرجع ثوبك نظيف ومن دون أي استهلاك زايد للموية. شكرا الروبوت وصل بهالسرعة.